يو لا فامي، كنتمنى لكم مزيان. رجعنا لكم على ثاني فيديو جديد. حقيقه غير ساليكم في كار سبوتينغ في المغرب في طنجه. كلشي كيقول لنا عملنا كار سبوتينغ وبزاف ما يعرفوش شنو معنى كار سبوتينغ. كار سبوتينغ هي كتخرج وكتقلب على الطوموبيلات اللي نادره، والطوموبيلات اللي عندهم قيمه، الطوموبيلات اللي عندهم محرك فيها القوه بزاف، الطوموبيل اللي كتكون ساويه الثمن بزاف. يعني ماشي اي طوموبيل، ماشي هاد ديما تشوفوهم تلقاهم اما محدودين في العالم، يعني وان اوف شي حاجه كيكونوا قلالين بزاف، يعني ماشي ديما تشوفوهم. هادشي اللي كاين دابا حنايا في طنجة، كيف ما شفتو في فلوغات كنت مشيت لدبي عاوتاني مشيت لباغي مورا جيت طنجة عاوتاني مشيت لدبي، وباقي لي فلوغات ديال دبي. يعني غتبقى تشوفو كنبوست لكم فيديوهات في الامارات ونفس الوقت في المغرب. المهم اليوم نبارطاجي معكم كار سبوتينغ. دابا حنايا شهر 7 دخلت الصيفية، ما كاين غير الحديد الحمد لله بشد كورونا، كانوا الحدود مشدودين. ملي كتحلو الحدود عاد كيدخل الحديد بصح المغرب كيدخلوا. انا نبارطاجي معكم تشوفوا الطوموبيلات اما الامارات ولا في اوروبا، جميع الدول كيجيو المغرب. اي واحد عنده شي حديده واعره كيجي الصيفيه يرتاح في المغرب. هادشي اللي كاين. المهم اللي باقي ما كيعرفنيش، معكم احمد مساسي فوتوغرافي اللي كيحماق على الطوموبيلات. انا من طنجه، انا من باغي، تزادت في فرنسا وعشت في طنجه، كبرت في طنجه. هادشي اللي كاين. دابا غادي نخرجوا في المدينه طنجه، وفيما تبان شي طوموبيل مزيونه كون غادي باسيوات تبان لي شي وحده كنوقف كنعطيها قيمه، كنوقف الطوموبيل كنمشي نصورها لكم بارطاجيها معاكم. وهادشي اللي كاين. بغينا هاد الفيديو شحال ما كرهناش هاد الفيديو ضرب لي لايك بزاف، شحال نقول لكم 5000 لايك، باش نوريكم شي حاجات اللي ماشي ديما تشوفوهم، عمركم تشوفوهم في المغرب. انا لا غادي نجبدهم حتى شي قليل تقشعوهم. هادشي اللي كاين، وخليكم مع الخوت انا نخرج كنهضر بزاف، خليكم مع الفيديو. المهم اللي باقي ما تابونا في لاشين بركوا على البطونه الحمراء باش ديما يجيكم جديد على الطوموبيلات. واللي باقي ما دخل عندي انستغرام، هذا هو انستا ديالي، دخل عندي انستغرام ديما جديد في الستوري اللي بوست كامل ريلز واعرين، فيديوهات واعرين. هادشي اللي كان يوتيوب ديما الجديد، نجيب لكم شي حاجه اللي ماشي اي واحد يصور. وخليكم ما كثرش عليكم و... شوفوا شنو حدانا بنطاقه الاخرانيه، شوفوا الماتريكو اغاز كيو 8، شوفوا البلاكه جوج بيهم فول بلاك. لا فامي شوفوا شنو جبرت هنايا حدانا، ماكلارين 570 اس قلالين، وقيلا هادي اول وحده في المغرب عمري شفتها، واعره بزاف. شوفوا الماتريكول واحد واحد، تكون بلاكه غاليه بزاف، تاخر في الغوج. شوفوا هنايا لا ديتاي، هاهي 570، واو قلالين بزاف في المغرب. هاي داك احمد، شوفوا الشقبات كيف عاملين ديفيوزر طون بايب ديال الفنخشي موتور في 8. فامي شوفوا شنو جبرت حدايا، هاد كلاش جي 63 ام جي ما بغابيس ما منصوري، واحد اديسيون عمري شفتها في حياتي، واخا متبع دومين طوموبيلات ولكن هادي بزاف. ما عرفتش شنو سميتو هاد الباديكات. شوفوا معايا هنايا هانتوما الخوت، كلشي كاربون واعره بزاف. شوفوا الجنطة خيالية، عندكم هاد الفتحة هنايا، وهنايا الدرجة هادي شوفوا كيف جات الدرجة مع الشكابي لي شابمون، شوفوا كيف جاو، أول مرة في حياتي نشوفها. تخيلوا معايا ما دايرة حتى في أوروبا هاد إيديسيون هادي. عندكم إر إس كيو 8 هاهي، واو شفتوا كيف جات. هادشي بالكربون هنايا، شوف هاد الفتحة هنا. وحدها عندكم هاد اس 63 فيس ليفت كابريولي، واعره بزاف. في 8 بي سيربو كاتماتيك، واعره بزاف. لا فامي شوف وحدنا كولينان من هولندا، واو كيس ضعيف، واو شوف هاد البوزيسيون. لا فامي هادي ثاني كولينان، تشوفوا معايا شوفوا ماتريكول، واو
انتم الكود. لا فامي حدانا اخر ار اس 5 واعره بزاف في بلجيكا. شوفوا الجنطات شوف كيف عامله. واو كلاس جي اس اخر عازم. لا فامي شوفوا شنو لقيت حدايا. وان اوف وان كاين وحده في العالم بحال هادي لا كونفيغولي فيها. حدانا بنتلي بنطايقة مانصوري بريباراسيون ديال مانصوري اللي سميتها بي 750 بيرفورمانس زعما 750 هورس باور. الخشب خليكم انا بارطاجي معكم دغيا هنايا واقفه واعره بزاف. كتسروا ملي لايك الخوت باش كنوريكم طوموبيلات واعرين بزاف. هذا الفلوق حاجه ما تشوفهاش ديما. لا فامي هانتوما شوفوا كيف عامله لا كولور اخر ما كاين في اللون. شوفوا اللون كيفاش جا هنايا جاب ديغرادي. ناردو كري واحد ناردو كري واعر بزاف الفول بلاك كامله جات ساطا ماشي بغيون. شوف معايا مزيان لي طاي ديالها واعر بزاف والله. نعمل لكم واحد اللعيبه باش تشوفوها مزيان بداتي ها هي. هذا كاربون فورجي شوفوا الداخل هادشي بزاف والله لي ديتاي. شوفوا هنا سالات معايا بزاف. راه هادي ستاج الاخر الخوت بنتلي ما عرفتش واش ما كيديروش كاربون سيراميك. لي ديتاي ديالها شوفوا الداخل شوفوا هنا واو. شوف هاد سبويلر كيف جا الديفيوزر ديالها شي حاجه بزاف في واحد الصداع خيالي. يا من الله كتخلع والله لا بزاف ما شاء الله الله يبارك. عطوني الراي ديالكم كيف جاتكم. نوريكم الحاجه باش تقولوش كنكذب. قراو وان اوف وان سوري فيما مشيت مكتوبه. عجبتني هاد البلاصه هنايا لي ديتاي بزاف. حدانا لامبورغيني اوروس هادي فيها الوراب شوفوا لا كولور فيها واعره بزاف. داخل انتيريور روج لا فامي. بارطاجي معكم هاد اكس تي ام كومبيتيسيون هادي فيرست اديشن كاين 225 وحده في العالم. تخيلوا معايا 225 وحده في العالم اللي فيها 625 هورس باور الموتور ديالها في 8 4 لتر 4. نوريكم كيف عامله. هذه عامره العموريه العموريه شوفوا سبويلر في واحد الباك اول مره في حياتي نشوفو. الديفيوزر ديالها جات من بلجيكا. الباك شنو سميته هو هذا السميه ديالو. شوفوا سبويلر واعر بزاف عجبتنا الكوز هاد الباتكيس هنايا كيف جات. نوريكم الداخل هاي في مكتوبة هاي الفوتس كان غير 250 وحدة داخل واعر بزاف. شوفوا لي ديطاي هنايا كيف جاو ديزاين واعر بزاف هنايا فاسافون الخوت. نوريكم من هنا عجبتني بزاف والله العمورية العمورية الخوت. لا كالوندر شحال كبيرة واو. شوف الديزاين ديالها لي جونت واو. يعني شوفوا الان في مطبوعة ام هنايا
شوف هذه كيف جات خارجه هنا هاد اللعيبه بودكاست هادشي اللي كاين لي سياج حتى هما دغوا فيهم هاد سبويلر بالكربون واو واعره بزاف لا فامي حنايا دابا في مرقله وجاني الخبر كاينه واحد شيفغولي كورفيت واعره بزاف سي 8 اخر موديل جات من الكويت شوف شنو يدوز حدايا عندكم غاز كيو 3 تيغوان اف المهم الحلاوه د هذا الدومين كار سبوتينغ هو كتخرج كيجيك الخبر كاين شي حديده وكتمشي تقلب عليها حتى كتلقاها انا جاني خبر كاين في واحد لوطيل وخليكم نمشيو نكتشفوا واش كاينه مجموعين ونبارطاجي معكم وحده واعره بزاف من جمال الكويت اخر ما كاين في كوفيتا الخوت شي حاجه واعره بالنسبه للموتور ديالها في 8 6.2 لتر حقيقه هذه اللي غنشوفوا دابا مهلي فيها مولاها ومهلي فيها بصح ولكن فصافون واعر اغريسيف ولكن اللور ما عجبنيش جات في شكل خليكم على الفيديو انا نبارطاجي معكم دابا حنا غاديين هنا ونشوفوا في الصاب القهوه ان شاء الله لا فامي لقيناها انتوما ما جا من دوله الكويت شوف كيف عامله واعره بزاف دخلت مخبى على لوطيل باش ما نهضروش معايا شوفوا كيف عامله واو واعره بزاف شوف هذا البارشو كيف جانا هذا سبويلر هذا خيالي شكون عرف هاد الحوت الخوت هاني اللوغو ديالها شحال عريضه شفتوا اللور كيف جا عطيوني الراي ديالكم كيف جاتكم شوفوا الشاكمات لي شابمون كيف عاملين في الواقع واعره بزاف الموتور عندكم اللور اول موتور الخوت سبويلر جا مشدود من هنا ومن هنا ومن هنا يا كورفيت الطايره على واحد الدي هادي اخر كورفيت الخوت تبدلات حقيقه من اللور مع القدام منقطع علاقه جات عريضه بزاف شفتوا معايا انتم الجنطاس ديالها شوفوا هاد البلاصه هاد باتكاس كيف جات هنايا هنايا باش كيدخل هو باش كتبرد المحرك ديالها حش الموتور اللور والكوفر القدام عندكم الطوا كيتحيد واو شوفوا هادي دابا نقدر نقول لكم الثانيه في المغرب جات واحده من دبي وهادي من الكويت بزاف شوفوا لانتيريور ديالها كيف جا ليكرون داير عند لي كيسوك زعما لي جالس واو واعره بزاف هادشي اللي كان اخوت بارطاجيته معكم نمشيو بحالنا دابا كاينين جوج في المغرب واحده من دبي وهادي من الكويت شوفوا كيف كتجي الديزاين ديالها كيخلع لا فامي هنا عندكم فولكس فاجن جولف 8 ار بلا لين اكرابوفيك كتجي من عند لا ميزون زعما ستوك تما كتكومونديوها كتجي اوبسيون كيشوف واحد البوباند بانك ترتيق واعر بزاف فهاد البلو واعر بزاف جات من المانيا انا قلت لكم الصيفيه زاهيه حديد من برا هانتوما اخر ما كاين في الار 320 هورس باور لا فامي شوفوا هاد التصويره هادي انا كنصور الطوموبيلات وشي واحد كيصورني هيا فوت دائما كيوقع لي هذا المنظر كنصور شي واحد كيصورني يعني انا كنتصور انا خوت كانوا لي كار سبوتين لا كانوش كار سبوتين كانوا لي احمد سبوتين شفتو التصويره دائما هاك والله الا كتصدموني كيفاش جبدني يا صاحبي انا كنصور وجبدني من الشارجم ديال لوطيل تبارك الله عليكم لا فامي شوفوا شنو حدانا بورش 911 اي غادي مانويل كان غير 911 في العالم واو سبويلر شوف كيف عاملة لا فامي شوفوا معايا عندكم اغي 6 63 بريك الاخرانية اغي 6 اخرى هي هنايا ونزيدكم عاد ثاني شوفوا جوج اغي 6 وجوج الكلاس اخرى بريك وهذه لا هذه السيدان هادي واعره بزاف شغل البلاكه سميتو زعما احمد واقيلا
واو شوفوا لي ديتاي واعره بزاف. كانت واحده بحال برابيس. شوفوا فاس افون ديالها كيف جا لي ديتاي بنوار واعره بزاف. اوبا لا خرج هذه لا فامين. هنا حداكم لامبورغيني اوريوس في البيض. عقلوا معايا شحال نشوفهم واحده. واو ها هي الثانيه الخوت في واحد الكولور واعره بزاف لاكساطا. و الثالثه راه يا خوت انا نمشي نصورها زرقاء. ها هي الثالثه الخوت واحد البلو واعر بزاف واحد الزرق. هاكم قدام عطيني الراي ديالكم هنا واحده احسن.